احنا طبعا ما عرفوش يقبضوا علينا، احنا كنا شباب صغير، نهرب بقى ننام هنا ننام هنا، ما صعب يمسكونا يعني. فكنا في مسجد في حتة اسمها زينين، كان مع محمد عبد السلام فرج، كان حمل حادثة ورجليه مكسورة وبنزوره في الجامع يعني، كان جامع بتاعنا بس سري ما حدش يعرفه. ففوجئنا ان عبود الزمر معاه في الجامع، كان عبود. كنتوا تعرفون عبود الزمر قبل هذا؟ لا، هو استدات في قرارات تحفظ، قال الوادي اللي هربان وسامعني، وكان يقصد عبود. عبود كان ضابط ملحق على المخابرات. فاحنا لما رحنا الزمر محمد عبد السلام فوجئنا ان ايه، ان عبود معاه في الجامع مستخبي معايا يعني. كنت انا وايمن الظاهر سلمنا عليه وقعدنا معاهم وايه. فمحمد عبد السلام فرج قال لو احنا اتمسكنا السادات مش هيسيب الناس اللي في السجن دي الا لما يموت او هم من يموتوا، ايهما اسبق للموت، فلازم نفكر في ان احنا نموت السادات قبل ما نتحبس، لان لو مسكنا هو صاحي مش هيطلعنا. فدي كانت الفكره، هذه هي الشراره الاولى. فعبود بقى قال ايه، قال انا عارف ان السادات هيروح يفتتح مصنع السمات في حته اسمها اجا في المنصوره، وممكن لو هيروح هناك نفجر الايه الموكب اللي داخل على المصنع، مصنع كيماوي هناك موجود طبعا لحد دلوقتي في حته اسمها اجا. فاحنا كان عندنا تي ان تي، قالوا هاتوه، وخدوا مجموعه من الشباب بتوعهم وعملوا ماسوره مجاري، ولبسوا ترنج مكتوب عليه محافظة الدقهلية اللي هي المحافظة اللي فيها المصنع، وحفروا الأرض. فالناس فكرهم إيه، بتوع البلدية بيحفروا، وركبوا الماسورة فيها طن تي إن تي، واستنوا بقى السادات لما يجي إيه يفجروا الموكب ودخل على المصنع. السادات جه بطيارة هليكوبتر نزل الملعب المنصورة بطيارة هليكوبتر، فطبعا إيه الطريق ما بقاش ليه لازمة، رحنا فكيناه وخدناه تاني. ففلت السادات يعني، كان حوالي يوم 10 أو 12 تسعة بعد ما عمل قرارات التحفظ بأسبوع أو 10 أيام.